قرآنا عجبا مع الأستاذة اعتدال إدريس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله يا مستمعين إذاعة ألف ألف أف أم في حلقة جديدة من برنامج قرآنا عجبا. أنا وزميلتي اللي دائما متحمسنا، وآخر الحلقة اللي راحت صراحة قطعت علينا في قصة مهمة، زميلتي نهى. حياك الله. يعطيك العافية فيصل، ويعطيك العافية أستاذ اعتدال، نرحب فيك مرة ثانية، حلقة جديدة. أهلا وسهلا. ونكمل. ونكمل. إحنا نتكلم عن الصندوق اللي كان فيه سيدنا موسى عليه السلام. أحسنتي. سيدنا موسى عليه السلام لما ألقي فدفعته الأمواج، طيب، إلى شاطئ قصر امرأة اللي هو فرعون. فامرأة فرعون كانت تتمشى فرأت الصندوق، فقالت طبعا أحضروا. لما رأته ألقى الله سبحانه وتعالى: وألقيت عليك محبة مني. ما كان في أحد يرى موسى عليه السلام إلا ويحبه ويحبه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يعني إنه تربيتك يا موسى من يوم ما أنت صغير هتتربى على مين؟ على عين الله سبحانه وتعالى، أي على حفظه وعلى رعايته سبحانه وتعالى. فأخذته، فطبعا شكله باين، لأنه قلت لكم أنه بني إسرائيل أشكالهم مميزة، فكان شكله معروف أنه من بني إسرائيل. طيب، فلما فرعون رأى أراد أن يقتله. نفسي أعرف كيف مميزة إذا كان كلهم سمر أو بلون واحد. لا، عندك عكفة الأنف يا نهى. عكفة الأنف تبان، أي واحد تشوفيه يهودي عكفة الأنف عنده هنا في العظمة تبان إنه هذا من بني إسرائيل. يعني في علامات فارقة. مميز. نعم، فارقة، شيء مميز يبين بني إسرائيل. تبان أشكالهم فيها. فلما رأى إنه من بني إسرائيل، هو عارف إنه هذه السنة اللي يقتل فيها الأولاد، أراد أن أن يقتله. قالت له إيش امرأته: لا تقتله، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يا حنفعني حتاخذ ولد، أترك لي هو، لأنه ربنا ألقى عليه محبة منه. طبعا في اللحظة اللي أم موسى رمت ابنها، تعرفوا كيف قلب الأم اللي تحس كأنه شيء خلع من قلبها، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. يعني تخيل الواحد لما يعني أم بيقولها أرمي ولدك في النهر وسيبيه، صار فارغ، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. يعني لولا أن ربط الله على قلبها وجعلها تصبر لفضحت نفسها بنفسها. ساعتها حتقول أنا كنت جايبة ولد وراح علي أو اتجننت وممكن يقتلوها. شايفة؟ فهنا طبعا هي ما أبدت ولا أظهرت، لكن أصبح فؤادها إيش؟ فارغ. طبعا من خوفها، هو سيدنا موسى عليه السلام عنده أخت أكبر منه، لما رمت ابنها وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. قالت لأختها، وهي رمته في نهر النيل. طيب، فنهر النيل بيدفه طبعا، هو الأمواج ما دفعته، لأنه نهر النيل مهما كان مهما بلغ وسعه حتشوفي من الحتة هنا في بعض المناطق بيطر الطرف الآخر. نعم. فقالت لها: امشي وراء وشوفي فين يوصل الصندوق حقه ده. فصارت أخته تمشي مع الصندوق، طيب، عن جنب وهم لا يشعرون. أبغاكم تتخيلوا الصورة، يعني شوف الآن أنا بحكي القصة مش كقصة، أنا أبغاكم تعيشوا جوا القصة، أبغاكم تخرجوا بخيالكم وتنتقلوا من وضعكم الحالي ده إلى وضع خارجي، إلى وضع ترجعوا فيه آلاف آلاف السنين، وكأنكم الآن قاعدين في مصر بتمشوا وبتشوفوا وبتتابعوا أخت موسى عليه السلام لمن هي بتمشي جنب النهر. استشعروا معايا دي الأشياء. أنا أبغى الخيال عندكم يشتغل، علشان كل ما اشتغل الخيال كل ما اشتغل التخيل، لأنه هذا من التصوير الفني في القرآن. التصوير الفني في القرآن أنه يعيشك القصة، يعيشك دورها، كأنك عايش في وسطها، يرسم لك الصور كأنها شيء بتتحرك قدامك أفضل من أي فيلم سينمائي. فالآن أنتوا ماشيين مع أخته، أخته قاعدة بتتخبى، ما حد بيشوفها، ما بينتبهوا لها الجنود، لأن الجنود منتشرين، جنود فرعون منتشرين، كلهم بني إسرائيل كانوا عايشين في رعب وفي خوف وفزع. فهي بتمشي من بعيد بعيد وبتتابع الصندوق فين وصل. ألين وصل فشافت زوجة فرعون اللي هي آسيا، شالت الصندوق، اطمأنت أنه أخوها نجا من الغرق، لم يغرق.
واطمأنت أنه ما أكلته الأسماك المتوحشة ولم يغرق ولم تأخذه الرياح بعيدا، إذا خرج من اليم وخرج إلى اليابسة. هنا اطمأنت وبدأت تتقرب من قصر فرعون، تبغى تشوف إيش اللي بيحصل، لأنه أمها قالت أخته نعم، لأنه أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. يعني يا جماعة حسوا بإحساس الأم اللي فقدت ولدها وعندها ولد هنا ولدها الثاني ما هي عارفة فين راح، فتحس زي المجنونة. ترى إحساس الأم وشعور الأم لا يضاهي أي شعور. صحيح. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. لما أخذت عشان الله سبحانه وتعالى وعد أم موسى طيب إنه حيرجع لها هو، طب كيف حيرجع لها هو؟ حنشوف دحينة. لما أخذت آسيا الطفل الرضيع دوبه مولود أيام، ما هو الشيء الكبير ترى. سيدنا موسى عليه السلام مرمات أمه، ما هو الشيء الكبير، لا تفكر عمره 3 شهور 4 شهور معناته حيتحرك، ممكن بحركته يغرق في الصندوق. لكن كان صغير مولود دوبه، ما له أسبوع ما له شهر، يعني اللي هو ما يقدر يستطيع أن يتحرك. فكان إيش الله سبحانه وتعالى عشان وعد أم موسى قام قال لهم إيه، وحرمنا عليه المراضع. دحين لما جاء عند آسيا طفل إيش حيأكل؟ هيرضع. طيب هيرضع من فين؟ لا في عندهم رضاعات ولا في عندهم حليب صناعة ولا عندهم شيء، حيشوفون مرضع. صحيح. طيب المرضع هذه كل ما يجيبون مرضع من القصر عشان ترضعه يرفض ويبكي من الجوع، طفل صغير. وحرمنا عليه المراضع ما في. فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ إيش يعني يكفلونه؟ يعني مش هي حتجي، إيه بس مش هي اللي حتجي عندكم. يكفلوا يعني أجيب تجيبوا عندها، لأنه ربنا وعدها قال لها إنا رادوه. سبحان الله. شايفي كيف وعد الله؟ حنرجع لك هو، إنا رادوه إليك وجاعلوه. اختصر كل حياته من رده إلى جعله مرسل في كلمة واحدة، وجاعلوه على طول، عشان يبين لكم من الحياة بسيطة. الحياة الدنيا كلها إيه؟ غمضة عين. قد ما بنعيش فيها تمر الأحداث بسرعة، مع أنه شوف دحين ما حنا نشوف أحداث سيدنا موسى عليه السلام قديش كترها، لكن قال لها رادوه إليك، وعدها. ثقوا بوعد الله. نعم. ثقوا وخليكم باليقين بوعد الله. لما تقرأ في القرآن الصبر والطمأنينة والرضا والسكينة، ثقوا بوعد الله إنها رادوه إليك. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلون أهل بيت؟ فرددناه إلى أمها إلى أمه كي تقر عينها. لاحظي كلمة تقر، عادة الإنسان الحزين تلاحظ عينه مشتتة ما مستقر، أيوة صح. لكن الإنسان المطمئن تلاقي عينه هادئة وساكنة، لذلك كي تقر عينها. صحيح. تسكن نفسها وتهدأ روحها وتطمئن أن ابنها رجع لها. فأهل بيتنا يكفرونه لكم، فرددناه إلى أمه، رجعوه لأمه. الآن رجع موسى لأمه بمرسوم ملكي، طيب باطمئنان بدون أي خوف. كانت أول تردعه هي خايفة، الآن تردع مين؟ الابن اللي اتخذه الملك عنده. شايفة؟ فلاحظي الفرق بين الخوف الأول والاطمئنان. دي الحياة كده. لو أنتوا وثقتوا بالله واطمئنيتوا إلى تدبير الله لكم، وإن ظننتم أنه في البداية لا يوافق هواكم، ولكن تدبير الله أكبر من تدبيركم. ونعم بالله. وعمل الله سبحانه وتعالى أكبر من أعمالكم أنتم، فثقوا وتيقنوا بالله. رجع الآن باطمئنان، ترضع لهم هو وترجع لهم هو، ترضع يجي عندها ويستقر عندها، الأم تشوفه وبعد كده من غير ما حد يدري عنها. كبر سيدنا موسى عليه السلام. طبعا في قصة انه يقال انه سيدنا موسى عليه السلام كألدغ. طيب في لدغة، هو الراجح الصحيح ان ليس فيه لدغة ولكن فيه حبس. يعني ايش حبس؟ تعرفوا لما احنا نقول تأتأة او فأفأة او شيء. طيب فهو كان عنده سيدنا موسى عليه السلام ذلك. ليش؟ لأنه عشان كده لما انطلب وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. طبعا تجيك القصة تقول لك إنه قال لها فرعون حنقتله، قالت له ما يعرف الجمرة من التمرة،
يعني هي قصة وردت بس ترى القصة دي ما تخش في العقل. يعني تخيل طفل صغير يمسك الجمرة ويحطها في لسانه، هتجعل عقله انه ما تلسع؟ كيف مسكها؟ كيف ما هو شفتي ما تجي ما تجي. لكن الراجح الأصح انه معه حبس، يعني اللي هو ايش اللي نسميها التأتأة او الفأفأة او شيء اللي هو ما ينطق الكلام بسرعة، حبس يسموه حبس هذا. وفي ناس لدغ بدون بدون شيء، بدون جمرة. أيوة. بدون جمرة، يعني حكايات الجمرة والتمرة دي ما تيجي على الدماغ على مخنا ابدا. فهنا سيدنا موسى عليه السلام طبعا عندنا القرآن اختصر القصة في بداية تربيته وكبره وهذا، ما اختصرها، ما عندنا شيء فيها احداث تذكر، يعني ما في عندنا شيء يذكر فيها. لكن اللي يكون اللي موجود عندنا انه سيدنا موسى عليه السلام كان قويا وكان شديدا، يعني كان يقدر يشيل حجر كبير قديش كبره. طيب، وكان بس لو مسك واحد اداله بوكس ولا رفز ولا دفه واحده ممكن يروح فيها. ليش بالقوه حقته هذه؟ طيب، حصلت عند سيدنا موسى عليه السلام احداث خلته يخرج من فين؟ من مصر. ايش الاحداث اللي دي حصلت عنده؟ طبعا سيدنا موسى معروف انه من بني اسرائيل ولديه الشكل، يعني اللي معروف انه يعرف فيه من بني اسرائيل. فكل الملأ اللي في قصر فرعون عارفين انه هذا من ايش؟ من بني اسرائيل. وطبعا لكن له المكانه انه هو ربيب فرعون، ربيبه اللي بيربيه في البيت عنده، فما حد كان يقدر يتعرض له، ما حد يقدر يكلمه ولا شيء. في يوم من الايام سيدنا موسى عليه السلام خرج بيتمشى في الاسواق، هو طبعا شايف قومه انهم بيتعرضوا لاعمال السخره واعمال المهينه والاعمال الحقيره، شايف وعارف انه هو من قصر. من قصر، ايوه هنا يعني في فرق بين ده وبين ده، هو تربى هذا سبحان الله قدر الله، لانه الله سبحانه وتعالى يقول ايش؟ ولتصنع على عيني، لانه الله سبحانه وتعالى هيئ له الدعوه وهيئ له أن يكون في بيت فرعون حتى لما يرجع تصير في مجادلة ومحاجة بين فرعون وموسى عليه السلام، قال له ألم نربك فينا وليدة ولبثت فينا من عمرك إيش؟ سنين لبثت فينا. فسيدنا موسى عليه السلام خرج في يوم من الأيام كان يتمشى في السوق، فرأى رجل من بني إسرائيل ورجل قبطي من المصريين يتشاجروا، فقام موسى عليه السلام بده يدافع عن اللي من قومه من بني إسرائيل. طيب، فإيش؟ فوكزه دفه سيدنا موسى فقضى عليه، مات القبطي بدفه. ما أنا قلت لك سيدنا موسى عليه السلام كان قوي وكان يعني يقدر يشيل، يعني كان زي ما تقول إحنا بنقول عنده ما شاء الله لقوة بلا قوة هائلة، ويقدر يشيل حجار ويقدر يشيل هذا، يعني زي إحنا نقول معضل أو عضلات أو شيء. فقضى عليه. طبعا سيدنا موسى عليه السلام خاف فهرب وندم. طب يعني هو بيقول ربي يعني ان يعني اغفر لي ان انا ما اقصد ذلك. ليش؟ لانه الفطره، فطره الدين موجوده عند كل انسان طبعا. طيب، ف طبعا هرب سيدنا موسى وهرب الرجل الاخر من بني اسرائيل. بداوا الناس يبحثوا من الذي قتل القبطي هذا، مين قتله؟ ما حد عارف مين اللي قتله. صاروا يبداوا يبحثوا ويبحثوا ويبحثوا ايش ويحققوا في ذلك. بعدها بكم يوم خرج سيدنا موسى عليه السلام برضو لقى نفس الرجل الأولاني اللي أنقذه من بني إسرائيل بتعارك ويتشاجر مع شخص آخر قبطي، صاحب مشاكل. الثاني ذاك اللي من بني إسرائيل صاحب مشاكل. فقام إيش قال له؟ يا موسى ساعدني. فهنا موسى عليه السلام قال له إيش؟ هنعرف بعد الفاصل. نطلع فاصلنا مستمعينا ونرجع لكم على طول في برنامجكم قرآن عجبة. قرآن عجبة مع الأستاذة اعتدال إدريس. حياكم الله مرة ثانية، متواصلين معكم في برنامج قرآن عجبة بعد الفاصل. وش كنا نقول يا نهى؟ كنا مع أستاذ اعتدال مان اللي كنت بقول الصيام اسمع ليش. طيب أنا حقول لكم مش كنت بقول عشان لا يعني نكون خرجنا برا القصة. لما وصلنا قبل الفاصل إنه سيدنا موسى عليه السلام خرج مرة تانية بيتمشى في أسواق المدينة، فرأى نفس الرجل اللي كان من بني إسرائيل اللي اتضارب معه من أول، وجده يقاتل أو يتشاجر مع شخص آخر. فقال له يا موسى أنقذني. فقال له موسى عليه السلام إنك لغوي مبين، يعني أنت صاحب مشاكل. أي ما هي أول مرة يعني أول مرة وانقصتك.
هذا. فقام إيش يعني تخيل، شوف كيف سبحان عظيم الطباع اللي في بني إسرائيل. قام إيش قال له هذا اللي الرجل الثاني، قال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ عارف؟ لا مش عارف. مين اللي قال؟ مش القبطي اللي من بني إسرائيل نفس. فضحه. ما أنا بقول لك شوف كيف الجبلة اللي عند اليهود كيف إنهم يتخلوا عن بعض. يعني بالأمس أنقذك من الرجل، تقوم أنت اليوم تفضحه. لما موسى عليه السلام قال له إنك لغوي مبين، قام قال له إيه يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. هيتخيل يعني أمس أنقذك ودحين اليوم تقول له حتكون جبار في الأرض. طب مين لصاحب المشاكل؟ مش أنت لصاحب المشاكل؟ في أثناء الحوار ده إيش اللي حصل؟ القبط سمع الكلام فهرب وراح أخبر مين؟ فرعون، إنه اللي قتل القبطي أمس بالأمس كان هو ربيبك في إيش؟ في قصرك. طبعا فبدأوا يجهزوا. طبعا فرعون هو جده يعني ما كان حابب موسى، هو كان خلاه عنده أساس إكراما لزوجته آسيا، فما صدق. والملأ من حوله بدأوا إيش يقولوا صح أقتلوه وإنت لازم تأخذ بالحق. وهذا سيدنا موسى عليه السلام كان قاعد، طبعا هرب القبط ذاك فخاف سيدنا موسى عليه السلام. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن القوم يأتمرون بك ليقتلوك، فخرج إني لك من الناصحين. جاء له واحد كان يحب موسى عليه السلام. طبعا سيدنا موسى عليه السلام لسه لا هو نبي ولا كلف ولا أي حاجة. قال له يا موسى أخرج، ترى نسمعتم إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. أهرب. الملأ مين هم الملأ؟ اللي هم علية القوم. شو لما يقول لك قومه معناته الناس اللي تحت كلهم. أما الملأ معناته العلية حقة القوم، فمعناته إنه فرعون مع مجلس الوزراء حقونه قرروا إنهم يقتلوا موسى عليه السلام. ليش؟ ويأخذوا بثأر القبط اللي مات. فقال له إيه اخرج، فخرج منها إيه خائفا يترقب. أبغاكم تتخيلوا منظر سيدنا موسى عليه السلام وهو يخرج بسرعة من فين؟ إنه يجيله في مكان إقامته في قصر فرعون، يجيله رجل ناصح، رجل يسعى يسعى يعني يمشي بسرعة. شوفوا الآيات، شوفوا الألفاظ حقة القرآن لما يجي يذكر لك الآية ويخليكم تعيشوا فيها وتعيشوا في جوها. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أقصى المدينة آخر المكان، قال يا موسى إيه أخرج، أخرج من هنا ترى يأتمر بك وحيقتلوك. إيش كان موقف سيدنا موسى عليه السلام؟ فخرج منها خائفا يترقب، ترك كل اللي في يده وخرج، وخرج من من مصر. كان صغير؟ كان قبل الأربعين، قبل الأربعين. يعني لو جينا حسبنا إنه هو دحينا يعني يمكن يكون في الثلاثين أو في الثمانية وعشرين في دي السن يعني. فخرج منها خائفا يترقب، خرج من مصر. ولما توجه تلقاء مدين. طيب مدين فين؟ ما حتكون يعني لو تخيلنا خريطة مصر كده ما حتكون من الدول اللي جنبها. مدين من ناحية فلسطين والشام، إذا خرج على إيه؟ يعني ناحية اليمين. لو احنا بنشوف خريطة مصر قدامنا خرج من ناحية اليمين، ما خرج من ناحية اليسار. خرج تلقاء مدين. مدين هي هنا، لأن هناك كانت الأقوام بيعيشوا وهذا قريبة من فلسطين. ولما توجه تلقاء مدين مشي في الطريق، طبعا خرج لا مع عدة السفر ولا زاد السفر ولا شيء، زي اللي بيخرج بسرعة عشان يهرب، ما حينتظر انه يعبي نفسه اكل ولا يعبي نفسه اشياء، ما في. حيخرج بايش؟ وينفد بروحه وينفد بجلد، يقول خليني انفد اخرج منها بسرعه. لما وصل هناك سيدنا موسى عليه السلام وجد امه من الناس يسقون، امه من الناس، وجد مجموعه من الناس بيسقوا الاغنام حقتهم، مجموعه من الرعاه يسقون ايش اغنامهم. ووجد من دونهم امراتين تذودان. إيش تذودان؟ يعني هدول البنتين طيب اللي كانوا ماسكين الأغنام حقتهم يبعدوا أغنامهم عن أغنام الرعاة علشان لا تتلخبط أغنامهم مع أغنامهم، لأنهم ما هم قادرين إيش يسقوهم من العين اللي موجودة. العين موجودة وكل الرعاة الرجال بيخلوا أغنامهم، وهدول البنتين عشانهم نساء
ما هم قادرين انهم يضاربوا ويحاربوا ويدخلوا اغنامهم عشان يشربوا من الماء، تذودان ان تبعد اغنامهم. قال ما خطبكما؟ ايش بكم؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. وضحوا له العله، وضحوا له السبب، قالوا له احنا ما نقدر نسقي اغنامنا حتى يصدر الرعاء. الرعاء اللي هم مش الرعاء اللي هم جمع راعي، راعي غنم، هدول الرعاء هم في جمعها رعاء بالتاء مربوطه ورعاء بالهمزه، حتى يبعدوا الين لما نش عشان كده. وابونا شيخ كبير ما يقدر انه شو اسمه هذا انه يعني يخرج معانا. التفت موسى عليه السلام وجد بئر مغطاه بحجر كبير، بئر تانية جنب العين، اذا في عين وفي بئر، والرعاء بيشربوا اغنامهم من العين، من العين الواضحه، والبئر عشان مغطاه بحجر ما حد هذا. فسيدنا موسى عليه السلام حمل الحجر لوحده، لانه عشان كنت بقول لك قوه عنده، شالها فسقى لهما، خرج المويه للاغنام حقتهم وسقاهم. ثم تولى الى الظل، راح الظل تحت شجره. البنتين رجعوا لابوهم ابدر من كل يوم. استغرب الاب لانه كل يوم بيستنوا الين الرعاء يخلصوا وبعدين هم يشربوا اغنامهم. فدي المره رجعوا معاهم في وقت ابكر مما كل مره. فسالهم فسقى لهما ثم تولى الى الظل. سيدنا موسى عليه السلام قال دعاء رائع جدا جدا، وصدقوني حتى انتوا لو قلتوه والله حيجيكم فرج الله. قال له ايه؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكان أدب موسى عليه السلام. حتقولي طب هو مسلم، هو ده الفطرة، الفطرة يا جماعة الفطرة موجودة، وكان عندهم بقايا من إيش؟ من ديانة يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام ديانته إيه؟ أبوه إسحاق، إسحاق ديانة يعقوب، يعقوب ديانته إيش؟ إسحاق، إسحاق ديانتهم إيش؟ إبراهيم عليه السلام على الحنيفية، كانوا على الحنيفية السمحاء، فكانوا يعرفوا ربنا. يعني ما كان عندهم شرك وأصنام وهذا الشيء، ما كانت عندهم دي الأشياء. فموسى عليه السلام قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما قال يا رب أنا جيعان وأنا فقير لخيرك يا رب أنا ما عندي، هو من باب تذلله لله سبحانه وتعالى قال له يا رب أنت أنزلت لي خير كثير، ولكن في بعض الخير أنا فقير لي، أنا أحتاج منك يا رب. فشوف السؤال، هذا الدعاء ترى تعرفوا لما تقولوا، يعني والله أذكر أنه كانت مثلا بعض الأحيان اللي يبطئ عليه عمل أو شيء لأنه فيه تذلل، وفي يعني زي ما تقول هذا الدعاء فيه يعني اعتراف وامتنان من العبد لله سبحانه وتعالى أنه أنت خيرك يا ربي كثير، بس أنا محتاج ده، مش زي يا رب أنا ما عندي أنا ما عندي أنا ما عندي، كأنه الإنسان يجحد كل خير الله سبحانه وتعالى. ليش يا ربي ما عندي وليش فيه؟ أيوة. فهنا إني لما أنزلت إلي من خير فقير، على طول جاله الفرج، فجاءته الفات عقيبية، يعني مش ثم، ف اللي هو من حروف العطف مباشرة، يعني مباشرة جاله الفرج. طيب فجاءته إحداهما، طبعا هدول البنتين بنات مين؟ بنات سيدنا شعيب عليه السلام، بنات نبي. طيب فطبعا احنا هنستغرب كيف تصير في الزمن الواحد كانت تصير عدة أنبياء وعدة يعني عدة أنبياء موجودة زي ما ذكرنا سابقا. طيب فجاءته إحداهما، واحدة من بنات هذا، لأنه من رجع ليهم استغرب الأب فحكوا الحكاية، فقال لهم طب روحوا نادوا. ليه؟ لأنه طبيعة الأنبياء الكرم، وطبيعة الأنبياء إنهم يردوا الجميل، ما يخلوا واحد يتجمل عليهم. طيب فيردوا الجميل، تمشي على استحياء. تخيلي قدامك إيش؟ إنه امرأة تمشي ما جات بكل قوة ولا بكل جرأة ولا بشيء كده، بالحياء. ولاحظي كلمة استحياء، يعني تحسي كأنه الحياء هو اللي ماشي، مش إنه هي ماشية، تمشي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فراح معاها، لما رجعت فجاء، فلما جاءه وقص عليه القصص حكى إيش اللي حصل، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لا تخف. هنا أمنه طمأنه. الآن صار حوار بين
الأبناء بين البنات وبين أبوهم. طبعا هو بده يقدم له وجبة ضيافة، وجبة ضيافة 3 أيام، والأنبياء يعرفوا أنه وجبة ضيافة 3 أيام، فخلى عندهم. فواحدة من بناته اقترحت على أبوها، قالت له: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يا أبتي خليه يشتغل عندك كراعي. وحطت الصفات، مش والله عشان أنا معجبة بي ولا عشان أنا مدري إيش ولا عشان نرتاح، لا، حطت له إيش الهدف وإيش العبرة من إنها نصحت بهذا الرجل ليكون أجيرا لهم قوي. من فين جابت القوة؟ الحجر شاله أحسن. نعم. طب وأمين من فين جاب الأمان؟ من فين جاب إنه أمين؟ في القصة إنه لما كانت تمشي قدامه، فكان الهواء يدفع ملابسها، يدفع فستانها، فكان تظهر جزء من ساقها مع الهواء. فسيدنا موسى عليه السلام استحياء ومراعاة لأمر هذه المرأة، وهي يعني إيه مهما كان، يعني هو رجل غريب وليس لهم من حقه، وحتى من حق أي رجل سواء كان غريب أو غير غريب إنه ينظر إلى عورات النساء أو ينتظر. فقال لها: امشي خلفي وارميلي بالحجر في أي مكان، أروح يمين أروح شمال. طيب، فهنا عرفت أنه هو أمين. أمين على مين؟ على على عرضهم. أمين عليهم، لأنه ما أباح لنفسه. يعني أبسط شيء يقول: أنا غريب ما حد داري عني، طب حتى لو طالعت حتى شو مين بده يدري عني، أنا غريب عنهم. فلكن راعى الأمانة دي وراعى الحياء اللي هي ماشي به، لأنه تمشي على استحياء. فقام قال لها: امشي خلفي. مشيت خلفه وصارت إيش بتدله بالحجر يمين شمال، تمشي على طول بالحجر من غير ما تكلمه ومن غير ما يسمع كلامه ومن غير شيء. فهنا استنتجت أنه هو قوي وأمين. طبعا سيدنا شعيب عليه السلام رأى أنه هو رجل كبير وما عنده غير دول البنتين، ما عنده أولاد، ما عنده أولاد يحميهم. فعرض على سيدنا موسى عليه السلام عرض جميل، قال له إيه؟ إن هي بنته قالت استأجره، خليه يشتغل عندنا. فهو إيه؟ فهو قال: لا، أنا ما هستأجر، أنا هأزوجه. طب إيش المهر؟ طب هو جاي غريب وجاي أجنبي وجاي ما عنده فلوس، مسكين ولا شيء. يلا المرة هذه أنا بأسوق زميلتي نهى، بخليكم تحمسون لين بكرة إن شاء الله عشان تعرفون إيش المهر. يلا من نفسك مرة واحدة. طيب.